عندنا في منتهى الأهمية، لأنه متعلق بتنمية منشودة منذ سنوات طويلة جدا نتحدث عن تنمية الصعيد. الحقيقة أنه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء عقد بالفعل اجتماع أمس الأحد، حضروا يمكن وزراء التجارة والصناعة، التنمية المحلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظات الصعيد. الحقيقة أنه خلال الاجتماع في تركيز على محافظتين في الصعيد، سوهاج وإنا. خلينا نتكلم بشكل عام الأول، أنه كان في خلال الاجتماع طبعا تم بحث للموقف المتعلق بتمويل البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وزي ما قلنا الموجه تحديدا لمحافظتي سوهاج وقنا. خلوني أقول لحضراتكم كده بعض الأرقام لأنها مهمة جدا. أنا بتكلم على تمويل من البنك الدولي بقدره 500 مليون دولار لتنمية سوهاج وقنا. تم اعتماد خطة التنمية المقترحة للعام الأول للبرنامج، والمقرر تنفيذها اعتبارا من يناير المقبل إن شاء الله، اللي هيبدأ يعني كمان أقل من أسبوعين بإذن الله في المحافظتين. عندي التقرير كمان اللي تم عرضه في الاجتماع، كان في تناول للمشروعات اللي سيتم تنفيذها بمحافظة سوهاج. وأنا هتوقف قليلا الحقيقة عند تنمية سوهاج، لأنه طول الوقت أبنائنا وإخواتنا في سوهاج بيطالبوا بالنظر بعين الاعتبار إليهم وأن تنظر إليهم الدولة. وأهم حاجة الحقيقة لما تسألهم محتاجين إيه، الحقيقة يمكن ده من خبرتنا يعني المحدودة في صباح دريم، إنه قبل ما يكلمك ويقول لك الصحة والتموين والعيش والحاجات دي كلها، بيقول لك عايزين نشتغل، بيقول لك عايزين مشروعات، بيقول لك إحنا عندنا بطالة وعايزين مشروعات عشان نقدر نشغل ولادنا وما يقعدوش رجالتنا على القهاوي أو ما يلاقوش شغل، ودي حاجة مهمة جدا. أنا بتكلم هنا في سوهاج، وهنتوقف قليلا عند سوهاج وناخد اتصال هاتفي، لكن بنتكلم إنه المقرر في بخصوص تنمية سوهاج مشروعات تنفيذها في 8 قطاعات بتكلفة إجمالية قدرها 1,120,000,000 جنيه، في منها 14 مشروع في مجال الصرف الصحي يستفيد منه 3 مراكز و12 قرية بالمحافظة، وعندي 10 مشاريع في مجال تطوير المناطق الصناعية والدعم الفني للتجمعات الصناعية بيستفيد منها 4 مراكز بالمحافظة، وعندي 6 مشروعات للطرق ذات الأولوية الملحة يستفيد منها 6 مراكز بالمحافظة، وعندي مشروعات أخرى كثيرة، لكن أعتقد نسمع مزيد من التفاصيل من الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج. سيادة المحافظ صباح الخير يا فندم وتحياتي لحضرتك. صباح النور. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك وكل أهلنا المشاهدين. أهلا بحضرتك. دي أخبار الحقيقة أنا بشوفها أنها مبهجة جدا، وحقيقي كنت سعيدة امبارح وأنا بقرأ الخبر، لأنه إحنا صحيح ما بنسيبش محافظات الصعيد بدون عمل، لكن لما نتكلم على مشروعات كتيرة تتعلق بتغطية عدد كبير من القطاعات تحديدا في سوهاج وقنا، فأنا هنا بتكلم عن نقلة حقيقية هيشعر بيها أهالي سوهاج وخصوصا ما يتعلق بالعمل. كلمنا عن ما تم التوصل إليه خلال هذا الاجتماع، كلمنا عن أهم المشاريع إن شاء الله اللي المفترض إن احنا نشوف فيها شغل بيبدأ في سوهاج. واسمحي لي أشكر حضرتك طبعا على تسليط الضوء على هذا الموضوع. ولكن كلنا فاكرين لما السيد الرئيس قال الاهتمام بالصعيد، وليست كانت شعارات ولا وعود، ولكن هي بالفعل كانت عهود وتم الاتفاق عليها من يمكن مؤتمر سيادته مع شبابنا في أسوان. بالفعل بدأت بعدها الجهود الحثيثة كلها لهذا القرض. تسمحي لي أشكر كمان معالي الوزير دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والقائم بعمل رئيس مجلس الوزراء، لأنه الحقيقة في ظل خضم مشاغله إلا أنه اهتم بالبدء في هذا القرض. القرض ده الحقيقة بقالنا سنة ونص خلية عمل من أول معالي الوزيرة دكتورة سحر نصر التعاون الدولي والاستثمار، ثم المهندس طارق قبيل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ووزير التنمية المحلية دكتور هشام الشريف، والحقيقة معايا زميلي العزيز محافظ قنا. القرض 500 مليون دولار، 280 مليون دولار لمحافظة سوهاج و220 لمحافظة قنا. تم العمل في ضوء هذا القرض بالاحتياجات الملحة لأهلنا، وليست خطة فوقية أو من البنك الدولي. بمعنى أن احنا عملنا حوارات كثيرة جدا مع السادة الوزراء ثم مع السادة النواب وكل أهلنا في حوار مجتمعي متواصل. يعني بمعنى أن احنا اللي شفنا احتياجاتنا إيه، محدش من بره قال لنا اعملوا اصرفوا الفلوس دي في المشروعات الفلانية. وهو ده الحقيقة الجميل في هذا القرض، أن احنا شفنا احتياجاتنا وإيه الحاجات الملحة. بدليل لما حضرتك تستعرضي الخطط كلها ملحة وضرورية
واهلنا كلهم محتاجينها. والحقيقه طبقنا فيها نظام الحمايه الاجتماعيه، بمعنى ان انا مش بعمل مشروع وخلاص، المشروع ده له بنيه تحتيه، المشروع ده له ناس بتسكن فيه، ثم فرص عمل، ثم تطوير في البنيه التحتيه والتنميه المحليه في هذا المشروع. على سبيل المثال مثلا انا سامع حضرتك ذكرتي الحقيقه وانا سعيد بكده مشروعات صرف صحي، واحنا عارفين ان سوهاج حظها في الصرف الصحي تقريبا 4%، ده بسيط جدا طبعا. لما نقدر نعمل 14 مشروع بتكلفه 464 مليون و957 الف ل 12 قريه في ثلاث مراكز كمرحله اولى، ده شيء جميل جدا. كمان المناطق الصناعيه يعني معلش يا معالي محافظ، عشان حضرتك بتقول كلام مهم جدا، يعني عشان دي انا بعتبرها الحقيقه بشره ساره واخبار مبهجه حقيقه لاهالينا في سوهاج تحديدا. يعني انا ان شاء الله باذن الله بتكلم على بدايه العمل في الصرف الصحي في 12 قريه في سوهاج. مظبوط مظبوط تمام. بالتكلفه اللي قلت لحضرتك عليها 464 مليون 957. تمام يا فندم. كمان عندنا مناطق صناعيه ولكن آليات الجذب فيها غير مكتملة، فالحقيقة القرار ده نسوا إن من ضمن مكوناته هو البنية التحتية للمناطق الصناعية، ومش بس البنية التحتية والدعم الفني للتجمعات، ودي هيعمل لنا حوالي 10 مشروعات بتكلفة قدرها 347 مليون في أربع مراكز. يعني إيه مناطق صناعية حضرتك؟ يعني المناطق الصناعية عندنا عاوزين لها طرق، مية، صرف، كهرباء. بالفعل عندنا مستثمرين دلوقتي كتير جدا بدأوا يشتغلوا، وكانت الوعود ان هم على ما يشتغلوا يكون ان شاء الله بدأنا في هذا التطوير، يبقى انا بوجد فرص عمل، بعمل امتداد وظهير عمراني اخر، لان الحقيقه المشروع او المستثمر مش لمجرد المصنع صحيح، ولكن احنا مهتمين بنعمل مدارس فنيه نعلم اولادنا وشبابنا اليات واحتياجات سوق العمل، وبالتالي بيكون في مناطق سكنيه على القرب منها، يبقى احنا اوجدنا مجتمعات جديده. طب انا يا معالي المحافظ مش هينفع واحنا بنتكلم عن الصناعه ما اسالش حضرتك ايه المعيار اللي هحدد عليه ما احتاج اليه من مصانع الصناعات اللي هفتحها؟ يعني انا هنا مش بس عايزه اخدم اهالينا في سوهاج، انا عايزه يمكن اخدمهم بان انا اشغل طبعا ابنائنا في سوهاج واقلل البطاله، لكن انا كمان عايزه اخدم مجتمع صناعي متكامل، ما زلنا بنعتمد على الصادرات بشكل كبير جدا، عفوا على الواردات بشكل كبير جدا، طبعا ما يؤثر علينا زي ما حضرتك اكيد عارف. بحدد ازاي الصناعات اللي انا محتاجاها يا فندم؟ الحقيقه احنا القرض ده نتاج، احنا بقالنا سنتين ونص او اكثر عملنا خريطه صناعيه ومقومات الاستثمار في سوهاج، ايه هي الفرص والتحديات، ايه نقاط القوه ونقاط الضعف، بناء عليها احنا عندنا اربع مناطق صناعيه، اضفنا الخمسه اللي بيتعمل فيها دلوقتي مجمع مواد بناء 7 مليار، اكبر مجمع مواد بناء موجود في منطقه صناعيه جديده، شراكه مصريه صينيه. الاليات الاخرى اللي حطيناها في المناطق هي كل ما نحتاجه، احنا عندنا مصنعين هم الوحيدين في العالم اللي بيتخلصوا من المخلفات الزراعيه بدل ما تتحرق وكانت بتسد الدرع والمصارف وتعمل لنا حوادث وكوارث وحرائق في البيوت، النهارده هذه المصانع بتاخد المخلفات بتحولها الخشب وبتحولها الورق وبتحولها الفورمايكا وبتتصدر وبتجيب لنا عمله صعبه، وتحتاج الحقيقه تدريب لعدد كبير جدا من ولادنا عشان يكتسبوا المهاره، فده على سبيل المثال زي ما حضرتك بتقولي. عندنا مصانع لتجميع مواد او اجزاء المكيفات، تكييف كله بيتعمل دلوقتي عندنا في غرب جرجه. عندنا مصانع للبلاستيك والكرتون، عندنا مصانع للتنكات بتاعه الاكسجين اللي بنمد بيها كل المستشفيات والمصانع اللي بتحتاج الاكسجين بدل الاسطوانات. الحقيقه عندنا مجموعه كبيره جدا كمان من الثروه الحيوانيه، وبالتالي هناك محطات للتسمين، ولسه متعاقدين كمان مع وزاره الزراعه ان شاء الله نعمل محطه انتاج بيض بتكلفه حوالي 7 مليون جنيه، مزارع جديده في غرب جرجه ومزارع دواجن يا معالي المحافظ والنبي، عشان سعر الفراخ والبيض ينزل بقى، لانه كده الاسعار الحقيقه يعني انا عندي بخبر بعد شويه هقوله ان مؤشرات التضخم عماله بتقل الحمد لله كل شويه، ومع ذلك الاسعار مش بتقل، الاسعار في النهايه لا تقل. اللحمه دلوقتي في سوهاج من 90 ل 100 جنيه بالفعل نزلت، عندنا مشروع تسمين ثروه حيوانيه، الجزارين الحقيقه متفاهمين جدا لان طالما العلف قل سعره المفروض ان احنا نقلل صحيح الاسعار، فبالفعل في كمان اللحوم السوداني اللي بنجيبها اللي بتتباع ب 47 و50 زي ما حضرتك قلتي، لابد انه المواطن يستشعر معنى ايه ان التضخم بيقل، انما انه يقل وبرضه الاسعار بتزيد، الحقيقه دي معادله غريبه شويه صحيح.
كمان عندنا حضرتك في مشاريع لطرق، والطرق دي ذات أولوية ملحة، 6 مشاريع في 6 مراكز، وكلنا عارفين خطورة الطرق في الصعيد والحوادث والكوارث اللي بتتم. كلها طرق داخلية يا فندم ولا في طرق إقليمية؟ داخلية. أو داخلية، وفي واحد إقليمي اللي هو بيربط على طريق الجيش القاهرة إن شاء الله، وده بيتم الازدواج فيه من دلوقتي فعلا. ده مهم جدا. تمام. بيه فعلا. تمام. كمان في عندنا تغطية طرق بحوالي 59 مليون في 3 مراكز، والترعة دي أولا خطرة جدا على البيئة، بنجيب موافقة وزارة الري ان احنا نغطيها، وبالتالي لما بنغطيها بنستغل الارض اللي عليها في اسواق حضرية بدل الاسواق العشوائية، مواقف للسيارات، الحقيقة استغلال الامثل اللي احنا محتاجينه. كمان عندنا مناطق اثريه، لما بغطي الترع يا معالي المحافظ انا بستغلها زي ما حضرتك قلت استغلال امثل، وكمان بقلل التلوث وبقلل مخاطر سقوط لا سمح الله اشخاص او ناس ماشيه على الطريق فيها، يعني 50 فايده الحقيقه في موضوع تغطيه الترع، فده بشكركم ان انتم يعني بنهتم بده دلوقتي. تمام، اتفضل. العفو. كمان المناطق الاثريه، احنا عندنا مناطق اثريه في سويس اكثر من رائعه، ولكن كانت محتاجه الطرق اللي مؤديه، الخدمات اللي هناك، الاضاءه. بالفعل احنا رصدنا 31 مليون لتنميه المناطق الاثريه، دول 3 مشاريع. عندنا مناطق ما زالت محرومه ولكن عددها قليل في الميه. احنا الحمد لله مشكله الميه عندنا على اخر شهر 12 تكون انتهينا تماما من مشاكل الميه، وهنبدا نواجه مشاكل الصرف. وخطوط الميه ان شاء الله للمناطق المحرومه بتكلفه حوالي 21 مليون 958. كمان هناك عده مشروعات بيطريه، لان الحقيقه المجازف محتاجة مننا صحوة، محتاجة نهضة، ان اكسب ثقة المواطن انه يجي يذبح في مجزر فيلاقيه على جودة وعلى اشتراطات صحية مضبوطة طبعا. وعندي بالظبط يعني عندي مشروعات ايضا خدمات طبية وبيطرية، مش كده؟ ولا تمام. بيطرية تمام. فقط؟ طبية وبيطرية. تمام. انا سعيدة جدا بكل ما تقدمت بي يا معالي المحافظ، وسعيدة جدا انه يعني حضرتك عارف طبعا طول الوقت حتى واحنا لسه بنبدا نشتغل على الكلام ده، المواطن لما يبقى ماشي حتى ويلاقي المشاريع دي شغالة، الترع اللي بتتغطى، المصانع اللي بتتعمل، المشاريع دي كلها، هو يشعر بأمل حقيقي. وحتى اللي بدأ يجيله حالة يأس من غلاء الأسعار وانه ما فيش شغل هيدب فيه الأمل مرة تانية. وانا هنا الحقيقة يعني بزرع أمل يعني سليم جدا عند الناس، انا لا ابيع وهم، انا بالعكس انا ببيع حقيقه انه على الارض بتقام الان مشروعات لخدمه ولصالح ابناء الصعيد واهالينا في سوهاج. بشكرك يا فندم جزيل الشكر، واتمنى معالي محافظ ان شاء الله يكون قريبا لنا لقاء معاك، لانه الخريطه الصناعيه اللي حضرتك شرحتها دي انا بعتقد انها من الاهميه بمكان ان احنا نتكلم عنها بقى ان شاء الله يا فندم. نفرد موضوع شرف لينا يا فندم، نفرد ان شاء الله حديث نتكلم فيه عن الخريطه الصناعيه والصناعات في سوهاج تحديدا. يعني بشكر حضرتك جزيل الشكر معالي المحافظ الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج. والحقيقه انه بس قنا قبل ما اسيب الخبر، بالنسبه للمشروعات المقترحه في قنا، انا عندي مفترض انه عندي 5 قطاعات بتكلفه اجماليه 930 مليون جنيه. هو معالي المحافظ دكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج قال انه المبلغ اللي جاي من التمويل البنك الدولي هيتقسم 280 مليون دولار سوهاج و220 مليون دولار انا. فانا عندي 5 مشروعات في انا بقى، 5 مشروعات صرف صحي هيستفيد منها ان شاء الله 5 مراكز و12 قريه في المحافظه، عندي 8 مشروعات لتوصيل مياه الشرب هيستفيد منها 6 مراكز، عندي 9 قرى في المحافظة، وعندي 7 مشروعات للدعم الفني للمحافظة، وعندي 8 مشروعات لتطوير المناطق الصناعية والدعم الفني للتجمعات الصناعية، و3 مشاريع لتطوير البنية التكنولوجية في محافظة قنا. دي نهضة حقيقية نتمنى إن شاء الله أن تؤتي ثمارها سريعا، وزي ما بقول كده يكفي إن احنا نشوف إن ده بيحصل على أرض الواقع هيفرق معانا جدا. خلوني أروح لخبر آخر مهم قوي، استأذنكم بس الشباب تظبطوا لي الصوت على الإير بي.